ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. مرحبا بك أستاذ أشرف. وبعد انتهاء مفاوضات القاهرة أستاذ أشرف، من يسأل عن انهيار هذه المرحلة من المفاوضات؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك دكتور خالد وللسادة مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. لا نستطيع أن نصف يعني ما حدث في هذه المرحلة بأنه انهيار، ما زلنا في مرحلة التفاوض. كانت هناك يعني ورقة قد وافقت عليها حماس. إسرائيل ادعت أنها لم تكن على علم بمحتوى بعض البنود في هذه الورقة، رغم أنه الوسطاء أكدوا أن إسرائيل سبق أن وافقت في مراحل سابقة على البنود التي وافقت عليها حماس. ذهب ويليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى إسرائيل، قابل نتنياهو، قابل ديفيد برنياع مدير الموساد، وحدثت تعديلات يعني للوصول إلى حل وسط. نقشت هذه التعديلات في القاهرة، ويبدو أنه يعني رغم أنه لم يتم حسمها بشكل نهائي، لكن كل طرف طلب العودة إلى بلده أو إلى حيث قيادته للتشاور، وبالتالي المفاوضات لم تنهار. وفي ظني أنها لن تنهار لأننا وصلنا إلى المحطة الأخيرة. حماس يعني نقول توقفت أستاذ أشرف؟ توقفت، نعم، يعني كما حدث في مرات سابقة يأتون يتناقشون، تحدث بعض الاختلافات، تعود الوفود تتشاور، ثم نأتي ربما بردود أو ربما مقترحات أخرى وهكذا. لكن أظن أن هذه المرحلة لن تشهد انهيار وستنتهي بنجاح المفاوضات. من الناحية العسكرية حماس ليس أمامها إلا أن تقبل بعد يعني تحقيق بعض المكاسب على المائدة، لكن إسرائيل ركبت فعلا ركبت رفح من خلال استهداف بعض مقرات حماس وبعض مخازن الأسلحة ومخازن الوقود، وأيضا من خلال سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهو كان ربما أهم موقع تسيطر عليه حماس في رفح. وبالتالي قدرة حماس على المساومة تراجعت كثيرا بعد التطورات في رفح. إسرائيل نفسها أيضا قدرتها على التملص والهروب تراجعت كثيرا أيضا بموافقة حماس على الورقة المصرية أولا، وبالتدخل الأمريكي غير المسبوق والإصرار الأمريكي على إنجاح هذه المفاوضات هذه المرة، لدرجة أنه يعني جاء ويليام بيرنز وقام بمحادثات مكوكية في القاهرة وتل أبيب والدوحة، ثم عاد إلى القاهرة. والرئيس الأمريكي عندما تحدث بوضوح عن أنه إسرائيل انتهكت الاتفاق مع أمريكا بعدم استخدام بعض الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين، وبتأكيده على أنه الولايات المتحدة أوقفت تسليم أسلحة لإسرائيل، هذا يمثل ورقة ضغط لن يستطيع نتنياهو أن يقاومها طويلا. لكن أستاذ أشرف، هناك متغير على الأرض خطير جدا أنت أشرت إليه، وهو استيلاء إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ويعني احتلال هذا الجزء من قطاع غزة. هذا المتغير العسكري على الأرض سيفرض واقع جديد في أي تفاوض قادم، أم أننا نتحدث عن الورقة المصرية الأخيرة بمراحلها الثلاثة؟ بالتأكيد يعني إسرائيل أرادت أن تحقق صورة نصر، فجاءت العملية المفاجئة للسيطرة على معبر رفح. وأعتقد أن حماس كانت قد ارتكبت خطأ فادح عندما كان وفدها يفاوض في القاهرة، أطلقت قذائف من اتجاه معبر رفح في اتجاه كرم أبو سالم، مما دفع الإسرائيليين بالتعجيل بهذه العملية، وكان هذا خطأ. علاوة على أنه إسرائيل ربما يعني لديها الآن اعتقاد أنها يعني قلصت من قدرة حماس على الاستمرار في السيطرة على غزة، قلصت من قدرتها على الاشتراك في توزيع المساعدات أو الاستفادة من هذه المساعدات،
وأيضا يعني كما يرى الإسرائيليون أنه كان المعبر سيستخدم في لحظة ما لإخراج قادة حماس إذا ما حدثت مواجهة، وبالتالي جاءت هذه الخطوة لقطع الطريق. ويعني إسرائيل هناك إحساس بالزهو هذه العملية، وتحدث نتنياهو وقال أنه الجيش الإسرائيلي قام بهذه العملية ونفذها في خلال ساعات من موافقة المستوى العسكري على ذلك. ويعني رغم الضغوط الأمريكية ألا تقوم إسرائيل بعملية كبيرة في رفح، إلا أنه الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة في رفح. إسرائيل تقول أنها قصفت 200 هدف في رفح خلال الأيام القليلة. أمس رأينا يعني أعمدة دخان كثيفة يعني تخرج أو تمتد في سماء رفح لساعات، وهو ما يعني تدمير مستودع وقود كبير كانت تمتلكه حماس. نعم، في منطقة الشوكة. صحيح. نعم، واليوم أيضا كانت هناك يعني أعمدة دخان، ولكن ليس اللون الأسود أو اللون الكثيف الذي يعني يشير إلى أنه مستودع وقود، ولكن اللون الذي يتناسب مع وجود مخزن أسلحة أو متفجرات. وبالتالي يبدو أن إسرائيل تقوم بالفعل بعمليات نوعية في رفح، ويبدو أن هذا أيضا جزء من الاتفاق مع الأمريكيين. وكما أكد بايدن أكثر من مرة أنه لا يريد للقوات الإسرائيلية أن تدخل المراكز السكانية، ويعني أعتقد أن هذا يقوي الموقف الإسرائيلي على مائدة المفاوضات. في نفس الوقت الموقف الإسرائيلي ضعيف من ناحية الضغط الذي يتعرض له من الداخل، المعارضة التي تريد الذهاب إلى يعني اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب، المعارضة الخارجية المتزايدة، المظاهرات، أمريكا التي تريد إنهاء هذا الصداع حتى تتفرغ لانتخاباتها. طب أستاذ أشرف، هنا في بيان حماس للفصائل الفلسطينية ولعلك اطلعت عليه، يعني لفت نظري هنا أن حماس تقول في هذا البيان الأخذ بعين الاعتبار خطوة الاحتلال الأخيرة باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يعني ما الذي يفهم من هذا الكلام لحماس؟ يعني لا أريد أن أقلل مما تقوله حماس، لكن هذه الخطوة وضعت حماس في مأزق، والسهولة النسبية التي سيطرت بها قوات الاحتلال على المعبر، إذا كان لدى حماس قوة لمواجهة إسرائيل فكان من الممكن أن تستخدم في الأرض. مستوى التصدي والمقاومة أقل بكثير مما كان متوقع. أي منطقة تريد إسرائيل أن تدخلها. في هناك مناطق كانت قد أنهت القتال فيها ثم عادت مرة أخرى يعني تقصفها وتهاجمها، ومنها مثلا الزيتون اليوم ومناطق أخرى في الشمال. كلما رأت محاولات لحماس لإعادة التجمع، الوضع العسكري للمقاومة للأسف صعب جدا بسبب استخدام إسرائيل قوات نيران أو قوة نيرانية كبيرة جدا استطاعت أن يعني تحقق ما تعتبره إنجازات، دمرت أعداد كبيرة من الأنفاق، علاوة على تدمير غزة بالكامل، تدمير حياة الناس، العدد الكبير من الشهداء. كل هذا يجعل قدرة المقاومة على التفاوض أقل. لو كانوا يعني تفاوضوا في وقت سابق ووصلوا إلى اتفاق تبادل في وقت سابق لكان الأمر أفضل. يعني أمس استمعت إلى الأنباء التي تقول أنه السيد جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يعني اقترح تعديل أنه يعني تنتهي هذه العملية بوقف مستدام، إلى تنتهي هذه العملية بوقف مستدام يتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار. وبالتالي لا أعلم ما هو الجديد، إلا أنه محاولة لتبرير أنه فلننتهي الآن ثم ندرس بعد ذلك المرحلة السابقة المرحلة اللاحقة. هذا مقترح من الجبهة الشعبية.
نعم نعم. طيب يعني مسألة أن تأخذ حماس بها أو لا تأخذ هذه نقطة أخرى، لكن أستاذ أشرف يعني لا أعتقد أنه سيد جميل مزهر يعني يتبرع بهذا الاقتراح دون مشاورة مع حماس. طيب أستاذ أشرف، في ضوء كلامك السابق عن قدرات حماس التي يبدو أنها تضاءلت، هل تستطيع إسرائيل من خلال عملية رفح أن تحقق الهدف الذي أعلنته وهو تفكيك قدرات حماس أو القضاء على حماس؟ يعني أولا القضاء على حماس هي مسألة صعبة جدا، لأنه حتى إذا كانت قدرات حماس قد تأثرت كثيرا ومخزونات صواريخها ومخزونات طائراتها ومقر كتائبها واستهدف كثير من قادتها وقادة الألوية والكتائب وآخرها مثلا اغتيال قائد القوة البحرية واغتيال اثنين من أهم قادة حماس وربما أهم من السنوار وأهم من الضيف وهو مروان عيسى وقبله أحمد الغندور، لكن مع ذلك حماس هي فكرة مقاومة مثلها مثلما كانت فتح والشعبية والديمقراطية أفكار مقاومة. المقاومة ستستمر، القدرات ستتقلص، ولكن في الدول المحتلة تستطيع المقاومة أن تعمل بسكين، أن تعمل بمسدس، أن تعمل ببندقية. نعم. وإسرائيل يعني يبدو أنها أعدت نفسها لذلك وقامت بتمهيد الأرض في غزة لتقوم بعمليات استنزاف لفترة طويلة، وإذا لم تنتهي الحرب الآن فإنها يمكن أن، وهي بالفعل سحبت 90% من قواتها من داخل غزة. القوات الإسرائيلية في غزة هي عدة آلاف وليس عشرات الآلاف أو مئات الآلاف كما يتخيل الناس، لكن الطائرات المسيرة وقذائف المدفعية والصواريخ تقوم بالمهمة. لكن يعني بهذا التوصيف أستاذ أشرف، لن تكون حماس على الأقل في المستقبل القريب مصدر تهديد لإسرائيل، وهذا هو هدف إسرائيل من هذه العملية. كلام هذا يعني هذا الكلام دقيق؟ بالتأكيد حماس لن تكون مصدر تهديد لإسرائيل خارج نطاق غزة، لكن إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي فحماس بالتأكيد ستكون مصدر مقاومة، والمقاومة يمكن أن تستخدم يعني يعود إلى تصنيع صواريخ القسام البدائية ذات المدى 3 أو 4 أو 5 كيلومترات. بعض الأماكن عرض المسافة من الحدود الإسرائيلية إلى حدود البحر أي عرض غزة لا تزيد عن 5 كيلومترات، وبالتالي فأنت يمكن أن تكون على بعد 1 كيلو أو 2 أو 3 سواء ببنادق قناصة أو يعني صواريخ محدودة الإمكانية. ولعلنا نرى في الفيديوهات التي تنشرها كتائب القسام كيف تضاءلت قدرات حماس وأصبحوا يستخدمون يعني قذائف هاون بدائية جدا وصواريخ بدائية جدا تطلق من تحت الشجر ومن بعض الأماكن المظللة وغيره، عكس ما كنا نرى في السابق من منصات وأسلحة واستعراض لطائرات مسيرة وخفافيش وما إلى ذلك، أو تفجير فوهات مثلا أو تفجير فوهات أبفاق. ما زالت هناك إمكانية لنصب بعض الأكمنة، ليست أكمنة مواجهات ولكن أكمنة يعني زرع عبوات ناسفة. هذا يحدث، ومعظم الضحايا أو القتلى الإسرائيليين يسقطوا نتيجة يعني زرع ألغام ومتفجرات في الأماكن التي يتحرك فيها الإسرائيليون. طيب أستاذ أشرف، في مسألة أن الولايات المتحدة تفكر أو تتحدث عن تعليق شحنة أسلحة لإسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة إذا يعني دخلت إسرائيل إلى المناطق السكنية في رفح، طبعا الولايات المتحدة منذ قليل وفي عواجلنا قالت إنها لم تتخذ قرارا نهائيا في هذه النقطة، لكن مجرد كلامها عن مسألة حظر أسلحة ما إلى إسرائيل في عملية رفح، هل هو يعني فعلا محاولة أمريكية لردع إسرائيل في رفح، أم أنها يعني فقاعة إعلامية أو رفع للحرج عن أو حفظ ماء الوجه لواشنطن؟ يعني أنا أقول لك وبيقين أنه إسرائيل لا تحتاج إلى هذه الأسلحة في عملية رفح. إسرائيل عندما تتحرك الآن في غزة
تستطيع حتى إن لم يكن لديها صواريخ أو قذائف تستطيع أن تلقي براميل متفجرة، تستطيع أن تستخدم قنابل تقليدية عادية جدا. لكن هذه الأسلحة كانت تحتاجها إسرائيل لربما توسع الصراع مع حزب الله، لكن استخدمت الأسلحة الذكية وصواريخ والقذائف الخاصة بالأنفاق وغيره بكثافة في المناطق الأخرى من غزة. والوقت حاليا أو الوضع حاليا أسهل بكثير بالنسبة لرفح، يعني نظرا لأنه رفح ليست كبيرة المساحة، رفح باتت مكشوفة لأنه كل أجهزة الاستخبارات تراقبها وهناك يعني رصد لكل شيء. والدليل ما رأيناه من تفجير مخازن أسلحة لم تكن معلومة ومخازن وقود. ولذلك أعتقد أن القرار الأمريكي قرار فقط للبروباغندا وإرسال رسالة أن أمريكا تعاقب إسرائيل، لكن الصفقات لم تلغى وإنما علقت. ومعنى هذا أنه يمكن في اتصال هاتفي وقبل أن ينتهي الاتفاق أن تتحرك الاتصال أن يتم إرسال هذه الأسلحة لإسرائيل. وبالتالي المسألة ليست يعني لن تؤثر لا على العمل العسكري ولا غير. علاوة على شيء يعني أتساءل عنه دائما، إسرائيل واحدة من أكثر دول العالم تصديرا للصواريخ والمعدات الأمنية وغيره، وتنتج كل أنواع الأسلحة تقريبا، بل إنها تكسب مليارات من تصديرها. وبالتالي إذا أرادت إنتاج هذه الأسلحة لن تعجز، لكنها كانت تفضل أن تحصل عليها من أمريكا لأنها تأتي مجانا. لا تأتي هو هذه مقابل. الأسلحة تحديدا أستاذ أشرف، يعني حتى يكون المشاهد معنا في الصورة، هي شحنة تتضمن فقط نوع من القنابل ثقيلة الوزن تخترق تحصينات تحت الأرض، تحصينات شديدة تحت الأرض. وأنت أشرت إلى أن إسرائيل ربما لا تحتاج مثل هذه النوعية من الأسلحة في عملية في رفح ذات المحدودية في المساحة وفي السكان، يعني صحيح، فضلا عن أن إسرائيل لديها هذه القنابل بالفعل. يعني صحيح. علاوة على شيء آخر، هو أنه أثبتت العمليات في غزة أنه أنت لا تحتاج إلى هذه القنابل الثقيلة للوصول إلى الأنفاق، لأنك في العادة تدخل وتدمر المنازل في الأعلى وتجرفها ثم تبحث عن الأنفاق. معظم فتحات الأنفاق كما نعلم أسفل مباني، مباني سكنية وغيره. ويبدو أن كما قلت أنه إسرائيل لديها قدر كبير جدا من المعلومات تتحرك بها. هذه الصور يعني لنوعية القنابل التي استخدمتها إسرائيل في غزة بالفعل، وتتحدث الولايات المتحدة الآن عن أنها تحضرها عنها. لكن يلفت النظر هنا أستاذ أشرف أنه كلام الرئيس بايدن عن تعليق هذه الشحنة، قال فيما قال أنه هذه الشحنة من الأسلحة أو هذه النوعية من الأسلحة ربما تتسبب في مشكلات مع مصر التي تحرص الولايات المتحدة على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها. نعم بالتأكيد، يعني الولايات المتحدة حريصة على عدم إغضاب مصر وعلى عدم تفجير العلاقات المصرية الإسرائيلية. الولايات المتحدة كما نعلم مقتنعة تماما بدور مصر في حفظ أمن واستقرار المنطقة، ويعني تحد من غباء نتنياهو في التعامل مع يعني كل الملفات في إطار محاولته الغبية للانتقام من حماس والانتقام من 7 أكتوبر. هو فعل الكثير في غزة وبالتالي لم يعد حتى يحتاج إلى عملية رفح. ادعاءاته المتكررة عن استمرار وجود أنفاق نشطة، هذا أيضا كلام لا يمكن تصديقه. الأنفاق مصر أغلقتها، إسرائيل نفسها لم تثبت في يوم من الأيام أن هناك أنفاق ما زالت تعمل. الكل يعلم أنه معظم الأسلحة كانت تأتي لحماس عن طريق البحر، كانت السفن الإيرانية أو غيرها تسير بمحاذاة شاطئ غزة ثم يتم إلقاء يعني براميل بها الأسلحة. هذه البراميل أشبه بالغواصات الصغيرة تسير في اتجاه شاطئ غزة وتلقاها الصيادون،
جزء من الأسلحة كان يتم تهريبه من إسرائيل نفسها. حماس كانت تقوم بتجربة الصواريخ بشكل يومي أمام إسرائيل، ولكن يبدو أن نتنياهو يحاول أن يخفف من الانتقادات الموجهة إليه في فشله، ويحاول تحميل الآخرين المسؤولية، كما حاول وفده في محكمة العدل الدولية في لاهاي الادعاء أن المعبر مقفول من الجانب المصري وليس من جانب إسرائيل. طب على ذكر مصر هنا أستاذ أشرف، يعني الموقف المصري هنا كيف يتحدد يوما بعد الآخر في ظل هذه المتغيرات المتسارعة؟ يعني الموقف المصري حمل الهم كله كما يقولون. يعني نحن نتحمل مسؤولية محاولة إيقاف الحرب، ونتحمل مسؤولية الحد من يعني طموحات غير مبررة لبعض قادة حماس أنهم يستطيعوا أن يقاتلوا سنوات طويلة في حين أن وضعهم على الأرض شديد السوء. وأيضا مصر تحملت مسؤولية إدخال المساعدات لغزة، أكثر من 80% من المساعدات جاءت من مصر، ومصر أيضا تقوم بجهد كبير جدا من أجل أن تكون هذه الحرب هي آخر الحروب، ونذهب بعدها إلى مؤتمر للسلام تقام بعده دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ومصر يعني تتحمل جولات مفاوضات ويعني تقدم مقترحات ثم مقترحات، وتحاول أن تقرب المواقف، وهذا جزء من سياسة مصر وتاريخها. ولا أعتقد أنه أحدا يجهل أنه التضحيات التي قدمتها مصر للقضية الفلسطينية أكبر من أي طرف آخر في العالم، وأنه لولا الموقف المصري خلال هذا العدوان لكانت إسرائيل قد أفرغت غزة فعلا، لأنه الضغط الذي تعرض له الناس كان كفيلا بدفعهم للخروج. لكن إصرار مصر أولا على إغلاق المعبر، على إغلاق يعني طرق الخروج، وأيضا الإصرار على إدخال المساعدات وإخراج فقط المصابين والجرحى وطبعا أصحاب الجنسيات الأجنبية، جعل الناس يعني يقاوموا ويبقوا في الأرض. لكن الدمار الذي حل بغزة، تدمير البيوت، تدمير يعني جهات العمل، تدمير المدارس والمستشفيات والمرافق، والمرض والجوع والفقر، كل هذا كان كفيل بدفع الناس للخروج. لكن الصمود المصري في مواجهة كل الضغوط والإصرار على الإبقاء على الناس في الداخل هو الذي أبقى الناس في الداخل، ويعني ليس أشياء أخرى كما يدعي البعض. أستاذ أشرف، كيف تراقب القاهرة ما يدور خاصة في وسائل إعلام إسرائيلية عن سيناريوهات تتحدث عما بعد غزة أو ما بعد الحرب في غزة، مثل تولي مثلا شركة أمن أمريكية كما قالتها أريتس، يعني شركة أمن أمريكية إدارة معبر رفح، وغير ذلك من سيناريوهات افتراضية حتى الآن؟ يعني أنا بالتأكيد ليس متحدثا باسم الحكومة المصرية ولا أعرف هذه التفاصيل، ولكني أستطيع أن أتوقع أن مصر تنظر بتشكك كبير لمثل هذه الأمور، وتفضل أن يدير الفلسطينيون معبرهم. واتفاقية المعابر في عام 2005 كانت تنص على أن السلطة الفلسطينية هي التي تدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح بوجود مراقبين أوروبيين، وبالتالي لماذا لا نعود لتطبيق هذا يعني هذا الاتفاق؟ يعني بالأمس حماس وبعض الفصائل القزمية الصغيرة في غزة أصدروا بيان هددوا فيه من يعني يتولى المسؤولية، وحرضوا ضد من يمكن من السلطة وغير السلطة أن يتولى المسؤولية في المعبر. ولكن أعتقد أن هذه مسألة يمكن التغلب عليها، لأن حماس ليست قادرة على فرض كلمتها لا في غزة بالكامل ولا في رفح بالشكل الذي كانت تتمتع به في السابق. وكل ما تحاول أن تفعله هو التمسك بإدارة القطاع،
رغم أن قدرتها تراجعت بشكل كبير جدا، ورغم أنه كلما ظهرت عناصر لحماس أثناء توزيع مساعدات أو غير يتم استهداف الحشود، وبالتالي عليها أن تترك هذا الأمر لجهات فلسطينية أخرى، لأنه في النهاية الذي سيستفيد من دخول المساعدات وغيره هو الشعب الفلسطيني وليس أي جهة أخرى، وليس في صالح إسرائيل بل في صالح الفلسطينيين. طيب أستاذ أشرف، أعود مرة أخرى إلى المفاوضات، وأنت أشرت إلى أن المفاوضات توقفت، يعني من الممكن أن تستأنف مرة أخرى. هل ما زالت الورقة المصرية التي قدمت ووافقت عليها حماس وترددت إسرائيل وهي ذات المراحل الثلاث صالحة الآن لتكون أساساً للاتفاق؟ يعني دائماً وأبداً هي الهيكل، والهيكل يمكن أن يعني تغير في بعض بنيانه ولكنه باقي، وأعتقد أنه لا أحد تحدث عن إلغاء هذا الهيكل، لكن الحديث يدور عن تفاصيل، متى ستنتهي الحرب، كيف ستنتهي الحرب، ما هي أعداد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، هل سيتم إطلاق سراح 30 يعني إسرائيلي مقابل كل 30 فلسطيني مقابل كل إسرائيلي أو إسرائيلية من المدنيين، و50 مقابل المجندات، هل عدد الأسرى الأمنيين ذوي المحكوميات العالية سيكون 100 أو أكثر؟ كانت حماس تطلب 30 و50 في حين أن إسرائيل عرضت 20 و40، 20 مقابل المدنيين و40 مقابل المجندات. علاوة على أننا بعد ذلك سننتقل إلى مرحلة تبادل الأسرى العسكريين، وهنا قد تشهد مفاجآت، لأنه أتوقع أن يكون معظمهم إن لم يكونوا جميعا قد قتلوا في 7 أكتوبر، أو أنه يعني من تبقى منهم أعداد قليلة جدا. علاوة على أنه إسرائيل لديها أعداد كبيرة من عناصر قوة النخبة التابعة لحماس، وعناصر من الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وتقول التقارير أنها تحتجزهم في معسكرات أشبه بجوانتانامو في النقب، وتضعهم فيما يشبه الأنفاق في الصحراء، وتمنع عنهم كل شيء تقريبا. وأيضا إسرائيل لديها أسرى حصلت عليهم أو جمعتهم من غزة، وبعضهم يعني سياسيين ووزراء سابقين وصحفيين وغيره كانت قد يعني أسرتهم أو اعتقلتهم من داخل مستشفى الشفاء، لأنه يوم هجمت إسرائيل مستشفى الشفاء كان المئات من عناصر حماس متجمعين للحصول على رواتب، وقامت إسرائيل بعملية مفاجئة، ورأينا أشياء كثيرة حدثت لم يكن أحد يتخيل. بمناسبة الحديث عن الأسرى أستاذ أشرف، يعني يلفت النظر هنا أن نتنياهو لم يتحدث وهو بصدد عملية رفح عن استرداد الأسرى، يعني كهدف من أهداف هذه العملية العسكرية. هنا أقول لك أن نتنياهو لم يهتم دائما، يعني لم يهتم في أي مرحلة باسترداد الأسرى. نتنياهو كان همه من اللحظة الأولى الانتقام. حماس عندما قامت بعملية 7 أكتوبر بنت هذه الخطة على أنها عندما تدخل وتأخذ رهائن وتوزعهم في غزة فإن إسرائيل لن تجرؤ على ضرب غزة لأن هناك رهائن، وأيضا يعني كانت قد قررت أن تحتل مستوطنات القطاع، ولأن إسرائيل لن تجرؤ على ضرب مستوطنات القطاع، إسرائيل قصفت مستوطنات القطاع ثم بعدها قصفت غزة. حذرت حماس إسرائيل أنها ستقتل الأسرى يعني 1 يوميا إذا قامت بالهجوم، إسرائيل لم تهتم. بعد ذلك كانت حماس تعلن أنه قتل 5 أسرى 10 أسرى، لم تهتم إسرائيل. نتنياهو لم يحاول دائما وأبدا وتحت أي ظرف من الظروف أن يعطي أولوية للرهائن، رغم أنه تحجج بذلك. بل أنا شخصيا أعتقد أنه يعني احتفاظ حماس بالرهائن كان أحد الأخطاء البشعة، لأنه أعطى لإسرائيل المبرر في استمرار الحرب. لو كانت حماس في البداية طلبت يعني إخراج الرهائن المدنيين أو الأجانب وخرج كل الرهائن، لضغط العالم على إسرائيل أكثر وقال لهم لقد حصلتم على رهائنكم وانتقمتم، لماذا تريدون استمرار الحرب؟
حماس ما زالت حتى هذه اللحظة تعتقد أن الرهائن ورقة مساومة، وأيضا خلال المواجهة العسكرية في غزة الرهائن كانوا وبال على حماس وعلى المقاومة، لأنه معظم المقاومين كرسوا جهدهم للدفاع عن الأنفاق والرهائن وليس للدفاع عن غزة، وبالتالي كانت هذه أيضا من الأخطاء الكبيرة. ونتنياهو يدرك ذلك ومستمر في العملية العسكرية، ويعني حتى إذا لم يحصل على رهينة واحد حي فهو يعتقد أنه قام بالصواب. نعم، شكرا جزيلا لك يا أستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية من القاهرة، جزيل الشكر على هذه المداخلات. شكرا أستاذ أشرف.